نعم، وأكيد مشاهدينا مكملين بآخر فقراتنا الصباحية مع موهبة شابة وإبداع سوري، أيضا رح نتعرف عليه سالي. صحيح، موهبة سورية ولدت عند الشاب كريم نويلاتي منذ الصغر، عمل على صقلها من خلال الدراسة والعمل، لم يتوقف الطموح عند التمثيل بل تعداه إلى الإخراج والتصوير. اليوم كريم معنا ليحكي لنا عن جديده بالتمثيل أو التصوير، يعني بالاثنين. سعد صباحك كريم، أهلا صباح وسهلا الخير، فيك. شكرا كثير على هالمقدمة اللطيفة، شكرا أهلا كثير، وسهلا شكرا. فيك. صباحك يا كريم، يعني خلينا نبلش من مشروعك على اليوتيوب. هلا عم تمام. نلاحظ أكثر الشباب متجهين على منصات اليوتيوب ليعملوا أو يظهروا إبداعاتهم وموهبتهم بفيديوهات أو سكتشات معينة. أنت شو كان مشروعك؟ شو قدمت شيء جديد أو مميز فيه؟ أوكي، مشروع اليوتيوب بالبداية هو كان بيحكي عن أماكن صار فيها أحداث معينة سواء بالشام أو سواء خارج دمشق. خليني أقول هلا، أول حلقة عملتها عن جبل الأربعين، مغارة الدم قابيل وهابيل، الصورة اللي هنيك كل العالم تقريبا بتعرفها. تمام. هي الشيء اللي بخص الأماكن حول العالم، خليني أسميها. نعم. فعملت حلقة عن جبل الأربعين وحكينا عن كل شيء صار بهديك القرنة وكل شيء أحداث وأساطير انحكت عنا لهي المنطقة، يعني عم واتجهنا تشجع المناطق أو السياحة أو المعلومات التاريخية عن دمشق. طبعا طبعا، لأنه هي المنطقة أوكي معروفة وكذا، بس ما حدا بيطلع، يعني قليل اللي بيطلعوا بيقولوا لك 660 درجة كثير، لا مو كثير. إذا أنت حابب إنك تشوف شيء كذا، تكتشف. إيه اطلع، يعني ما في شيء بيمنعك إنك تطلع تشوف هي المنطقة، لأنه هي جميلة أصلا، حتى الإطلالة حلوة اللي عم بهذيك نشوف المنطقة. سالي الطريق اللي الطريق، بس مرقت فيه. الكاميرا شو عم تستخدمها، موبايل؟ أو إيه في شيء بكاميرا موبايل، هون بكاميرا موبايل، إيه كاميرا موبايل 4K آيفون 12 صورنا وقتها. حلو. بس عملنا حلقات بعدها هلأ نحكي عنه. تمام. هي منيح طالع هي كريم، الانترو. طالع دراج رياضة. هي الانترو بس المقدمة قبل ما، يعني قبل ما مقام أبلش. الأربعين هي. عن جد يعني تخيلي زينب إنه بسمع فيه بس ولا مرة رايحين له، يعني نحن صحيح مغارة الدم يمكن نعمل عنه وثائقيات، بس مثل ما قال يمكن كريم إنه هذا الطريق أو هي التفاصيل لرحلة خاصة إنه موجود بدمشق، يعني مثل ما هلا حكينا بالفقرة الأولى مع الأستاذ عبد الرزاق الحمصي. صحيح. إنه هو أحد المعالم المهمة بقاسيون. طبعا طبعا. بس يعني هلا بالشام تحديدا هو هذا أكثر شيء في عليه يعني حكي، انه العالم بتحب تسمع عنه او كذا. ما في هالاماكن قصص تاريخيه وقصص ايه قصص كثير، قصص كثير. يعني انا لما عم بعمل بحث قبل ما اطلع اعمل الحلقه، يعني كل قصه بتسمعيها عكس الثانيه تماما، بقى اعرفي شو بدك تحكي، شو بدك تقولي للعالم عنها. يعني بكاميرا موبايل وبشغف لاستكشاف معالم من معالم دمشق، خلينا نقول كبيره جدا. تمام. بمضمونه رح نروح سوا مع المشاهدين نشوف هالمادة التالية طبعا بتصويرك ومعك. حلو كتير، يعني هي الحلقة كاملة موجودة على اليوتيوب مع حكي مع كل شيء، كل شيء له علاقة حلوة بهذيك الفكرة المنطقة. انه تشجيع للسياحة الداخلية يمكن كريم، وخاصة انه في مناطق كتير حلوة بسوريا، ايه تمام، وانه اكيد يمكن في ناس حتى مو محليين يمكن من برا سوريا يتعرفوا حتى على هاي العالم القصص. السوريين يلي عايشين برا لما يشوفوها، اللي ما قدر انه يطلع يشوف هذيك المنطقة مثلا انه مسافر، بيشوفها على اليوتيوب، يعني صحيح. بيقدر انه يشوفها بشكل كامل. تمام. احكي لنا ايضا هلا
عندك كمان شغف للتمثيل. تمام تمام. هو حتى قناة اليوتيوب كملت هن كملوا على بعض التمثيل وقناة اليوتيوب بعد هذا الفيديو. قد عندك مشاهدات على اليوتيوب؟ عدد الساعات يعني مشاهدة ساعات مشاهدة 23,000. حلو. هي جديدة القناة ما صار لها زمان. جديدة لا تماما. ايه. حتى نحن بتعرف كونه عنا عقوبات. ايه يعني تمام. هي ما نحكي عن هذا الموضوع. تمام اكيد طبعا. هلا بعد هذا الفيديو اجتك فرصة تمثيل؟ لا لا بعد هذا الفيديو قررنا انه نحن نعمل افلام قصيرة. نحن تيم، التيم مكون من انا وانور المصري اللي هو دي او بي واللي بيصور، وهادي فاضل اللي هو الايديتور، ودنيا سويداني هي ميك اب ارتست اللي صارت معنا اللي بالمواضيع اللي بتخص الافلام. حلو. لما نحن بدنا نعمل افلام قصيره ويكون معنا ممثلين معينين. تمام. بعدها عملنا فيلم قصير اسمه فيدد. هذا الفيلم بيحكي عن قصه حقيقيه لشاب بسوريا اسمه مجدي توفيق، يتيم ومر بظروف معينه بحياته، فنحن اخذنا قصته وعملناها فيلم قصير. وطلع معنا الشاب على التصوير وصورنا معه كل التفاصيل اللي بتخص قصة حياته. نعم. تقريبا بعده لفيدد عملنا كمان هيك فيلم قصير بخص كوميديا، يعني هون رحنا باتجاه تاني ما له علاقة بفيدد. فيدد كان شوي تراجيديا رايح. أخذنا اتجاه الأفلام القصيرة وأخذنا هذا الاتجاه بأننا نحن نجيب ممثلين. وكان في كاتبة، كانت الكاتبة حنان المهرجي أول شيء، كاتبة سوق الحرير، بعدها هلأ المدام ديانا فارسي اللي عم تكون مأشرفة. نعم. على موضوع الكتابة بشكل كامل. هلأ عم نحضر كمان لفيلم جديد بخص قناة اليوتيوب. نحن ما عم نشتغل لصالح أي جهة إنتاجية. حتى معدات التصوير والكاميرات عم تكون من الأستاذ وائل السويداني. اللي هو والده لدنيا السويداني الميك اب ارتست اللي معنا، هو عنده شركة إنتاج وعم بيساعدنا بتزويدنا بكافة المعدات اللي نحن محتاجينها بدون أي مبلغ مالي. حلو كثير. دعم. تمام. ومدام رودينا ثابت اللي هي الميك اب ارتست بدراما السورية اكيد باسمها الكبير، هي باول حلقتين نحن سويناهم كانت الاشراف العام قبل ما تسافر على بيروت عندها شغل على مصر كمان. تمام. نوجه لها تحيه لرودينا. اكيد تحيه كثير كبيره. تحيه كثير كبيره. هي اصلا السبب بدخولي لعالم الفن والتمثيل بشكل خاص. تمام. يعني. نعم. انت حابب تدرس اخراج؟ يعني عندك رؤيه انه كيف تبلش تسلسل الاحداث باي قصه ان كانت على اليوتيوب او حتى انه قصه حقيقيه بدك تحولها لشيء؟ حابب تدرس تفوت بعالم الاخراج؟ وشو لفتك حتى تدرس اخراج مو تمثيل مثلا؟ تمام. هلا تمثيل ما دخلت معهد عالي، عملت كورسات معهد خاص عند استاذ عروه العربي، استاذ وسيم قزق، استاذ احمد الاحمد. ما درسته بشكل اكاديمي بمعهد العالي للفنون المسرحيه. بس الاخراج يلي حببني بالإخراج بشكل مباشر هو الأستاذ هشام شربجي. يعني بوجه له تحية كتير كبيرة لأستاذ هشام، وبتمنى يا رب يمر من الأزمة الصحية والعافية. يا رب يمر من الأزمة الصحية اللي هو هلأ فيها، لأنه هو هرم، وهذا الهرم إذا بيصير عليه شيء كلياتنا بنتأذى مو بس أنا. فيا رب هيك بالشفاء العاجل له، لأنه الخبر تبع دخوله على المشفى كان صادم للكل. يعني ما كان فيه شيء ابدا، هي فشل. سلامة قلبه، ما بنتمنى له غير الشفاء وغير انه يقوم بصحة، لانه نحن دائما عندنا تقدير كامل للقامات الفنية يلي الى ارشيف كامل. طبعا. في ذاكرة التلفزيون ايضا السينما يعني كمان لها نصيب. لقيت دعم وهذا حظ بيقولوا او نعمة من رب العالمين احيانا. صح. انه في كثير اشخاص مثلك حابين يكونوا مثلك، ولكن يمكن طموحك انت هو اللي ساعدك. طموح نحن حتى التيم كلياته، سواء انا او انور او دنيا او هادي، تيم كامل. انا عم بحكي بشكل كامل. ايه تمام. التيم كامل. نحن شباب صغار لساعتنا عايشين بالشام، حابين انه نعمل شيء. هذا الشيء برا موجود ودائما العالم بتصور بتعمل كثير شغلات بخص هذا الموضوع، بس هون قليل لحتى تقدري حدا تلاقيه قادر يعمل شيء لليوتيوب، بسبب انه اليوتيوب محظور عنا وكذا، وفي كثير قصص بتخص هي المواضيع. لا نحن عم نعمل شيء وعم نجتهد وعم نتعب لحتى نحن نكون بيوم من الايام من افضل العالم بهذا الموضوع بالذات. نعم. حتى بدنا نرجع على اماكن حول العالم مثل ما قلت لك،
الفقرة اللي بتخص قناة اليوتيوب. نحن بدنا نعمل هلأ أنا وأنور وهذه، نحن الثلاثة منصور وبنعرف نعمل مونتاج، فبدنا نعمل فيديو عن سوريا كلياتها بسوريا كلياتها بطريقة سريعة كتير، وعن المعالم المهمة والتفاصيل المهمة اللي بتخص يعني الشام وكل يعني سوريا كلها دمشق نعم. كلها. ناطرين كمان يكون في هيك في مشاهدات ايضا لحتى يعرفوا قد ايه سوريا حلوه، اللي برا اللي جوا بيعرفوا قد ايه سوريا حلوه. اكيد اكيد. هيك بالختام، عندك مشاركه برمضان؟ اكيد. احكي لنا عنها او اذا في مشاريع جديده. ايه اكيد. هلا مسلسل الضفدع بده ينعرض برمضان الجاي، هو عشاريه، هو حيكون اجزاء. انا مشارك فيه بشخصيه فجر، هو بيكون سجين، بيصير بيهرب موبايل بقلب السجن. حرقته للمسلسل. ايه بيصير احداث معينه، بيصير احداث معينه معه وبنشوف شو 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 بيصير من وراء هذا الشيء اللي هو دائما. ليه سميته الضفدع؟ الضفدع هو لانه متلون. ايه لانه فيه فلاش باكات، فيه فلاش باكات، والشخصيه الاساسيه في بيربطها شيء له علاقه بضفدع، بيكون عم يشرح ضفدع او كذا. صار لي زمان قارينا، صرنا زمان خالصين تصوير يعني. تمام، لانه الاسم لفتني يعني الضفدع. ايه الاسم غريب. اسم غريب حلو يعني. حلو الاسم. ايه غريب شوي، هو دائما اللي ما له مألوف هو اللي بيجذب العالم لحتى تتابع وتحضر. نعم. ايه. نعم نعم، يعني بنتمنى لك كل التوفيق هيك بقناة اليوتيوب أو حتى بالدراما، إن شاء الله بتعمل شيء مثل ما بتتمنى وتطمح. أكيد. وهلأ عم فتت، هلأ حأدرس أونلاين كورسز بنيويورك فيلم أكاديمي. حلو. هي أونلاين كورسز للإخراج، بتخص الإخراج. تمام. بتخص الإخراج، وممكن إنه فوت بدرس أوريدي جرافيك ديزاين وحأتخرج. حلو. فممكن إني أدرس شيء بخص الإخراج بشكل اكاديمي اذا بدي في جامعه هون الاوروبيه. ان شاء الله موفق يا رب. شكرا 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 لوجودك معنا، بتمنى لك نهار حلو. شكرا شكرا. بدنا نتمنى لك التوفيق كريم بكل مجالاتك، ان شاء الله انت والتيم تبعك تكبروا اكثر واكثر وتوصلوا لمحل ما بدكم. يمكن نحن منبلش او اي حدا بده يبلش ببلش بشغلات صغيره، واحيانا بيتعثر واحيانا ما بتزبط. اكيد تواجه كثير صعوبات ما بتزبط معه. أكيد. كمان بيفشل. اكيد. ولكن هو بدايه، هو الفشل بدايه النجاح 100%. بدنا نتشكر وجودك معنا، واهلا وسهلا فيك. شكرا. وان شاء الله يا رب هيك منستضيفك بس تكون لسه بالمراحل. اكيد. نجي انا والتيم كلنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.